اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده حلقه مختلفه. حلقه مختلفه ليه؟ لان النهارده انا معايا نجم مختلف. ممكن الشباب اللي موجودين دلوقتي ما يكونوش عارفينه، ولكن هذا الرجل له دور كبير جدا جدا في النادي الاهلي في فترات طويله جدا جدا في عمر وتاريخ النادي الاهلي. كابتن النجم الكبير الكابتن وشيخ المدربين الحقيقه كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ كابتن اسلام، والحقيقه سعيد جدا 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 بتواجد حضرتك معايا، وبشكرك طبعا ان انت قطعت اجازتك وجيت عشان تطل على جمهور النادي الاهلي من خلال البيت الكبير، فبنشكرك جدا جدا على وجودك معانا النهارده. طلتك انت اسلام هي اللي بتجبرنا ان احنا بنتعلم منك. ربنا لا 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 نكون جنبك هنا ونيجي لجمهور النادي الاهلي اللي صنعنا كلنا طبعا. كان له دور فيه. وحضرتك كان لك دور كبير جدا في مجالات كتيره جدا، وفي كره القدم في النادي الاهلي وفي تاريخ النادي الاهلي. ربنا يديك الصحه ودايما كده تبقى دايما موجود معانا وتطلع من شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن اسلام، النادي الاهلي صنع ناس كتير قوي طبعا، واحنا منهم طبعا، واحنا بدون النادي الاهلي ولا حاجه يعني طبعا. هذا الموقف وهذه النعيم او الفضل او العيشه اللي احنا عايشينها بفضل النادي الاهلي يعني. النادي الاهلي طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، لكن النادي الاهلي هو صانع الاجيال، مش دلوقتي، من قديم الازل. واحنا صنعنا مثل صانع اللعيبه، صانع المدربين، صانع الاداريين، صنع كل النجوم دي كلها. أيوة. فالنادي الاهلي بجمهوره بادارته بمن حضر من اجهزته، هي ده يعني نقدر نقول منظومه النادي الاهلي الكرويه. بما اننا بنتكلم عن صناعه الاجيال، فاذا قلنا صناعه اجيال فيبقى نقول الكابتن فتحي نصير صناعه اجيال كثيره جدا. الحمد لله الحمد لله. ويعني اسماء كبيره جدا جدا داخل النادي الاهلي، يعني يكفي ان احنا نقول محمود الخطيب. طبعا يعني ده نقدر نقول نقول البكر بتاعنا اللي احنا اللي هو احد النجوم اللي احنا تشرفت ان انا كنت موجود واللي قدمته للنادي الاهلي وجبته للنادي الاهلي من نادي النصر من السنوات الرياضيه. الكلام ده سنة 70 يعني أنا 50 سنة أهلي مع الخطيب. مش باين يعني يا كابتن، ربنا يديك الصحة يعني. وبعدين حظنا يا كابتن إسلام إن هو يعني لما بدأ صغير وبدأ في نادي النصر، بدأ في الثانوية الرياضية، جبنا النادي الأهلي، فكنت بدربه في الثانوية الرياضية، ثم بدربه في النادي الأهلي. أيوه. ثم بدربه في منتخب الناشئين، ثم بدربه في منتخب مصر، ثم بدربه في منتخب النادي الاهلي الفريق الاول. ايوه. ثم منتخب مصر الاول. فالى ان ايه اللفه دي؟ يعني وبعدين لما خلص واعتزل وبدانا حياته، ثم يعني قصه الجواز، ثم البيت، ثم المتابعه، ثم حتى اللحظه اللي احنا فيها. أيوه. هو كمان الوفاء عنده عالي جدا. أيوه. يعني هو عارف من هو فتحي نصير بالنسبه له طبعا، ماذا قدم له، وهو كمان بيحاول بقدر الامكان في وقته اللي هو رغم ان هو مشغول ان ما ينساش من كان له دور معاه في حياته، في حياته العمليه، في حياته الدراسيه، في حياته الكرويه، في حياته الاجتماعيه، في حياته العائليه طبعا. فكل ده الحمد لله كان ده نموذج طبعا. طبعا في بقيه المجموعه في ده في البيت عند حضرتك الصوره دي. الصوره دي عندي. كان هو كان في ثانويه عامه. ايوه. وبعدين كنا الله يرحمه الفريق مرتجي. أيوه. رئيس النادي الاهلي في الفتره دي، احد طبعًا الرموز الكبيره. جالي عاوزين ندوله دروس خصوصيه لان عاوزين نساعده، فكنا بناخد الدروس في عندي في البيت. ايوه. وبعدين هو البيت بتاعه في مكان بعيد في عين بعد شمس. العباسيه في عين شمس. أيوه. والمدرسه قريبه، فعاوزين والنادي قريب ليا للبيت، فاحنا عاوزين نحافظ على المنظومه دي كلها. وكانت امانه والدته الله يرحمها ووالده. أيوه. ووالده راجل محترم ورجل فاضل، فقال لي ده امانه في رقبتك. ايوه. ان هو يكون فكنا حفظت الامان. فانا طبعا الامانه كنا بنعمل ايه؟ بيجي النادي يا كابتن يتمرن. ايوه. بعد ما يتمرن اخده نروح البيت، جيب المدرس بيقعد يدرس له. ياه. بعد ما بيخلص الدراسه بيخش، هو كان بيبقى موجود معاه
يعني في الفتره دي كان مصطفى عبده وكان زيزو وكان المجموعه دي كانوا عند حضرتك في البيت يناموا عندي. ايوه. بعد ما يناموا الصبح يتعشوا ويناموا الصبح اخدهم بالعربيه ونطلع على اللجنه بتاعه الامتحان. يخلص اللجنه الامتحان يمتحن ارجع له انا تاني اخدهم ونطلع على النادي نتمرن في النادي ونخلص ويبقى الدراسه هو ماشي فيها وفي نفس الوقت التدريب مع الفريق الاول وفريق النادي الاهلي بيتمرن فيه ثم كده. فكانت الشغل ده زمان كان احتراف بس بطريقه يعني ايه فيها انسانيه عائلية. شويه فيها انسانيه لا طريقه عائليه. أيوة. يعني فعلا الاحتراف العائلي. أيوة. يعني ليه؟ لانك انت بتحتضن هذه النجوم او أيوة. النجوم كده طبعا منهم بيبو الحمد لله اتخرج من خد ثانويه عامه و الوقت ده كان ثانويه عامه كانت ثانويه أيوة. عامه وكان الامتحانات دي كانت ثانويه عامه. حتى هو كان الصوره دي طلعت في السوشيال ميديا فبيقولوا كاتبين تحتيها ان الخطيب بيوقع للنادي الاهلي. فطبعا هو قال لهم لا ودي مش ما كنتش بوقع العقد ده دي في منزل الكابتن فتحي نصير. ايوه. والمنبه اللي جنبه ده بيقول لي انا كنت شوف الساعه 12 ونص بالليل. ايوه يعني بالليل بالليل 12 ونص ل 5 بالليل في ليله الامتحانات وهو عمال يذاكر والمنبه ده يقول لك ده كان بيجنني لان بيصحى الصبح لازم بيصحيه طبعا عشان المدرسه طبعا. وكده. بس دايما يا كابتن انا كنت عايز اسال حضرتك دايما السؤال ده اشمعنى محمود الخطيب يعني ما هنتكلم دلوقتي عن البطوله الافريقيه وكل حاجه بس بما ان حضرتك معانا ما ينفعش نعدي اشمعنى محمود الخطيب اشمعنى مصطفى عبده الاسماء اللي حضرتك قلتها دي اسماء يعني بسم الله ما شاء الله كلها اساطير. شوف يا كابتن يعني اشمعنى جت عينك على ده خدته وديته كابتن مصطفى خدته يعني ده كابتن كان هو في جاي اختبارات الثانويه الرياضيه. اوكي. وهو بيعمل اختبارات الثانويه الرياضيه كان فيها في نفس الفتره دي كان من نادي الزمالك فاروق جعفر كان الخواجه نفس الاجيال دي غانم سلطان في الحاجات دي كان مجموعه تانية من اللي عندنا الاجيال اللي طلعت بعد كده يعني غير بعد فاروق جعفر والخواجه اللي هم كلاعيبه من ضمن الناس المعروفين. ايوه. فهو جه بقى بنعمل له اختبار ودايره وكل واحد يحتفظ بالكوره لمده دقيقه كل ما طعم منه الكوره يروح يجيبها. فلقيت اللاعب ما كنتش اعرفه بقى يعني طبعا. إيه كان محمود الخطيب فلقيت الكوره ما وقعتش لمده دقيقه ما وقعتش الكوره محتفظ بيها في الهواء وما نزلتش من على كتافه يعني من دماغه لكتافه لفوق ما نستعملش رجليه خالص. ياه. بقيت اللعيبه يعملها مرتين وتقع ورا وتعمل كده ويعملها قلت له تعالى فقلت له تعالى انت اقعد خلاص اللي بيعمله ده صعب جدا مدرب يعلمه موهبة بيعلم دي موهبة فالموهبة دي خلاص انت والجسم كان موجود والعضلات منسابة والعضلات طويلة وكده تعالى اقعد والباقيين يعملوا الاختبارات فانا بركز على الباقي فهو كل شوية يقول لي قوم يا كابتن اقول له لا خليك قاعد قوم يا كابتن اقول له لا خليك قاعد ايوه فيقولوا له قاعدين ورا انت ما عندكش واسطة ده هو ده بتاع النادي الاهلي عليا انا وانت يا ابني مش في النادي الاهلي وهو شوف كلمه شوف له حد يكلمه فالمهم كل شويه برضه كان اقوم اقول لا اقوم لا خالص لغايه في الاخر في تقسيمه قلت له انزل وبعدين بعد كده راح بس انت كنت واخد قرارك قبل التقسيمه خلاص قرار لا 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 منتهي ده متخذ وكاتبه وبتاعه الورقه فالمهم راح فلقيته في يوميها واحد بس اللي نجح في المجموعه كلها خطير. لان كل يوم كنا بنختبر مجموعه كبيره كده كان مقدمه السنوات الرياضيه فجه لقى اسم واحد المكتوب فجاي بيقول له يا كابتن هو اللي بره الناجحين ولا ساقطين وافتكر يعني مش ممكن نجح واحد يعني قال لك ممكن يكون الساقط كده قلت له انت الناجح مش انت اسمك محمود ابراهيم عبد الرازق الخطيب 31/10/1954 قال لي ده عيد ميلاد تاريخ ميلاده والبتاع قال لي بس انا لوحدي قلت له طب خلاص ما انت الوحيد اللي قال لي بس انا ما اختبرتش قلت له ما اختبرتش ايه يا ابني روح بس كمل مالكش دعوه بالكلام ده كمل الكشف المهم هو كمل كمل الكشف بقى وبعدين بعد كده قال لي انا عايز اروح النادي الاهلي بعد ما دخل السنوات الرياضيه اوكي قلت له روح النادي الاهلي انا طبعا اتمناه يروح
بس مش عايز زي دلوقتي اللعيبه بالفلوس وبكده بالحب. فقلت له عاوز تروح هناك؟ قال لي روح هناك وقدم، هيختبروك في انت مرحلتك كان تحت 16 سنه هيختبروك، ولو لو كويس هياخدوك. مين اللي هيختبره هناك؟ انا. ايوه يعني مش حد تاني. فقلت له انت روح بس هناك وكده، وانا بقول يا رب يجي، بتمنى طبعا ان هو يجي. وفعلا جه. قلت له تعرف تروح النادي الاهلي؟ واحنا كنا فين؟ في استاد القاهره الاختبارات. اعرف اجي النادي الاهلي. فالمهم جه وراح فلقاني، قال يا كابتن اروح فين؟ قلت له تروح فين؟ كان في عندنا الله يرحمه حنبله. حنبله يا حنبله هات فانيلا له نمره كام؟ نمره 10. حاجزها ما اديتهاش لبني ادم. فعلا يا كابتن؟ انا من اول الموسم ما اديتهاش. في دماغي ده لازم يجي، وهي دي سبحان الله. فدخل محمود واتمرن وخلاص، بدأت الرحله. خلاص بدأ الرحله، ودخل النادي الاهلي واتمرن. وبعدين اول ماتش كان مع نادي النصر، كسبنا 5-1، جاب 3 جوال، وكل جول يجيبه يروح يعيط. قلت له تعيط ليه؟ هو بيعيط النادي القديم، عشان نادي النصر. عشان النادي القديم يعني وكده. فالمهم بدأت الرحله، ده كان نادي اهلي. ثم بعد كده لما مع المنتخب في خدناه في بطولة كأس أمم أفريقيا 74. أيوه. أصغر مدرب كنت أنا، وهو أصغر لاعب 1974 في كأس أمم أفريقيا 1974. أيوه. وبعدين كان موجود احتياطي هو مصطفى عبده. في ماتش جمال عبد العظيم متعور، فقلت لمصطفى تعالى سخن. أيوة. قال لي يا كابتن هسخن اعمل ايه؟ قلت له انزل. قال لي ده الحكم هيصفر. قلت له هتفرق معاك النص دي هتعرف قيمتها. فعلا مصطفى عبده نزل والحكم صفر. كابتن منتخب مصر بقى، كابتن منتخب مصر بقى الاقدم بالنسبه لمحمود الخطيب، يعني اللي هو كابتن محمود الخطيب في المنتخب نص دقيقه دي اللي هو كان اللي نزلها، اللي نزلها دي. وبعدين كمل معانا بقى محمود الخطيب في المنتخبات، وسافرنا لوس انجلوس مع بعض. ايوه. 84. ورجعنا، وبعدين مع النادي الاهلي بطولات الافريقيه، بطولات المحليه، بطولات دوري ايام هيدي كوتي. فالحمد لله يعني كان له دور كبير قوي. وما انساش حاجه، كان تقول الناحيه الانسانيه، اقول لك الناحيه الانسانيه. انا كابتن اسلام كنا في منتخب مصر في السودان، تمام، منتخب الاولمبي، فانا اللي كنت موجود هناك وقاعدين وكده. وكان في مباراه وديه في نادي بمناسبه المرحومه جيهان السادات. أيوة. كانت عامله الوفاء والامل، فعملت مباراه للوفاء والامل عشان تجمع اموال وكده. ايوه. فعملوا الماتش ما بين اهلي وزمالك، وكان الخطيب بيلعب هنا في، لانه هو المنتخب الاول مش منتخب الاولمبي. فالله يرحمه الكابتن لطيف بيقول ان احنا دلوقتي هنقضي احداد على وفاه المرحوم كابتن فتحي نصير، والد الكابتن فتحي نصير المتواجد الان في السودان، مدرب منتخبنا الوطني. فانا عرفت من التلفزيون. ياه. يعني عرفت وفاه والدي من التلفزيون، ما كانش في بقى زمان الاتصالات والحاجات السهله دي بعض، صح. ولا الكلام ده، فعرفت من التلفزيون. المهم خلاص هعمل ايه؟ ما انا في وادي مدني وشغلانه وقاعدين هناك. فالمهم خلصنا، خلصت المباراه، وبعدين صعب ان انا ارجع في الفتره دي ان انا اكون موجود. فاختاروا حتى حماده صدقي بعد كده يبقى يرجع معايا، لان يبقى لاعب يعني الظروف اللي انا كنت فيها يساعدني. وفجأة، مش مفاجأة، هي دي الحقيقه، لقيت اللي قام بدور فتحي نصير في مصر، انا ماليش اخوات كبير، ماليش اخوات، فمحمود الخطيب هو اللي خد الوالد وراح صلوا عليه ودفنوه في العزبه في طنطا. في عزبه هناك، في عزبه شوبر. وراح اندفن هناك. وبعدين يعمل ايه؟ راح كان ابن خالي هو الكبير اللي هناك، ماجد نصير، راح له بيقول له هل حاج احمد صبحي عليه فلوس لاي حد؟
ده كابتن خطيب. ده الخطيب. انا ما عرفتهاش منه. عرفتها بعدين؟ من الناس. لا من الناس. يعني شوف مدى الوفاء. الحاجات دي حساسه جدا جدا طبعا جداً. ده الارتباط اللي هو معايا بقى. هو بيحاول يرد شويه او يحاول يدينه حاجه. فبيقول له في حد عليه فلوس له؟ قال له لا ده الحمد لله ده هو عنده فلوس للناس التانيين. قال له طب اي حد لو في اي حاجه يا ريت تبقى تبلغني وانا رايح معاه. المهم خلص ده فنون الخطيب وبتاع وكده وراح راجع محمود على مصر وقابلني بعد كده في لما رجعنا من السودان لقيته جاي المطار. وهو في الحاله دي ما كان لاعب هو ما كانش لا اداري ولا مدرب ولا كده بس ده الوفاء. دي قصص يعني همسه او لمسه من وفاء هذا البني ادم زي وفائه دلوقتي لفرقته والنادي الاهلي رغم اصابته رغم تعبه. هو دلوقتي تعبان وهو مسافر عنده ظهره دلوقتي عليه تعب كتير لكن بيسافر وبيحب ناديه وبيحب فرقته وعشان كده مع الفرقه على طول. احنا طبعا مش هنتكلم على محمود الخطيب اللي ده ممكن نتكلم فيها ليالي. حضرتك بتتكلم عن كابتن محمود فعلا ولكن احنا متاخدين شكل خلال الفتره السابقه حاجه اسمها الترند الايجابي. الترند الايجابي ده يا كابتن ان احنا يعني بنشوف الناس كلها بتطلع او بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بيروح في اتجاه ان ايه بيروح في اتجاهات احنا ما بنحبهاش كاهلاويه. فاحنا بنحاول من خلال القصص اللي حضرتك بتقولها هي دي قصص ما بين الكابتن فتحي النصيري والكابتن خطيب ولكن تعلم الشباب اللي قاعد بيتفرج الوفاء يعني طبعا ايه كلمه الوفاء لانها اصبحت يعني حاجات نادره دلوقتي ما تلاقيهاش. لا لا صح يعني حتى في حلقه تريزيجيه حلقه الجمعه حلقه يوسف كابتن محمد يوسف كابتن شادي كل الحلقات دي الحقيقه عملت هذا الموضوع او عملت هذا الموضوع فلما اسمع منك هذا الكلام انا باخده وبنحطه في شكل قصص عشان الناس تتعلم ماذا كان يحدث في السابق وايه الفرق ما بين قبل كده ودلوقتي ونحاول ان احنا نوصل لمثل هذه الامور. يا ريت يا ريت يعني يعني شوف يا كابتن اسلام انت جبت الصوره اللي هو بيذاكر وعندي في البيت. هو ما انساش الموقف ده. طبعا في الموقف ده هو ما انساهوش. فاذا لما كبر ودخل الكليه وبيتخرج وبعدين بقى لعيب كبير ما انساش هذا الموقف ان هو كان في البيت وكان بيقعد وكده. فهو بيرد بطريقته كل واحد بالظبط يعني هو بيردها لي بطريقه تانية. فان انا ما كنتش موجود وكنت مع المنتخب بره في السودان وفوجئت بيه ان هو بيعمل اللي كده. بيقوم بدور لو فتحي نصير موجود هو بيعمل كده. والحاجه التانية يقول له تعالى يا حاج ماجد هل عليه فلوس لاي حد؟ فحتى الراجل اتخض قال له يعني ان مش ممكن كده وانا معايا الفلوس كان واخد معاه قال له يعني مش لسه هبعت لك ولا كده قال له لا انا الحمد لله الراجل ده يعني ده خير على الناس كلها وهو مدين الناس كلها لانه الحقيقه زي ما قلت لحضرتك الترند الايجابي ده اللي احنا دايما بنبحث عنه فاحنا دايما في كل اسبوع كده بنعمل حلقه لان فضل لان حضرتك بدات بفضل جمهور النادي الاهلي على كل النادي الاهلي او اسم طبعا. النادي الاهلي وبالتالي دايما احنا بنبقى مع الجمهور. النهارده عاملين تقرير كده صغير مع احد العاشقين للنادي الاهلي. احنا عملنا قبل كده واحد كان عنده تيشيرتات النادي الاهلي كلها من سنه 70 لغايه دلوقتي واحد قبل كان عنده مجلات النادي الاهلي كلها من ساعه ما بدات لغايه دلوقتي. النهارده نشوف تقرير مهم جدا عن احد العاشقين للنادي الاهلي الحقيقه ونشوفه عامل غرفه النادي الاهلي نشوفه عامل فيها ايه. نطلع نشوف هذا التقرير وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى مع الكابتن فتحي نصير عن النادي الاهلي وطريقه لعب النادي الاهلي امام كايزر تشيفز وطريقه لعب كايزر تشيفز وهنسال كابتن فتحي السؤال المعتاد اللي حضراتكم اتعودتوا عليه خلال هذه الايام وفريق كايزر تشيفز فريق قليل زي ما بيتقال وزي ما عايزين يصدروا دايما. هنطلع نشوف هذا التقرير مع محمد الجبري وبعد كده هنطلع فاصل محمد جابر احد المشجعين للنادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي نطلع نشوف عامل ايه ونرجع بعد تقرير فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابتن فتحي. الاشهر والحب للنادي الاهلي بدا من نص الثمانينات كده 85 86 كان عندي 5 سنين 6 سنين وكان الاهلي في الفتره دي طبعا وحش افريقيا ومكتسح افريقيا فبدا بقى التعلق بالنادي الاهلي والوالد طبعا الله يرحمه هو اللي حبب الواحد في النادي الاهلي لتشجيعه النادي الاهلي
وبدات اروح بقى مباريات وابقى واعي من نهائي كاس 92 الاهلي والزمالك، والاهلي كسب 2-1 بالجونين بتوع كابتن ايمن شوقي. ومن ساعتها بقى بدات رحله المشاوير ورا النادي الاهلي، السفر ورا النادي الاهلي، وحب النادي الاهلي وعشق النادي الاهلي، وكل الماتشات بره القاهره وبره مصر خالص، ماتشات كتير الواحد سافرها ورا النادي الاهلي. الموضوع بدا السنه اللي فاتت بعد الكورونا، مفيش استادات، مفيش ماتشات، مفيش كافيهات، مفيش تجمع مع الاصدقاء. جت الفكره من هنا ان ليه لا نعمل مكان، انا بحب النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي، الماتش يا بتفرج عليها في الاستاد يا في النادي، مفيش استاد ومفيش نادي، انا هعمل استاد ونادي. فقررت من هنا جت الفكره ان انا اوضب المكان كله زي ما انتم شايفين، تجمع للاصدقاء، بنتفرج على كل الماتشات بتاعه النادي الاهلي هنا، ناس بتحب الاهلي بجد، ناس بتعشق النادي الاهلي، والحمد لله الحمد لله من ساعه ما المكان اتعمل يعني من السنه اللي فاتت كل الماتشات اللي اتفرجنا عليها المهمه للنادي الاهلي كلها فوز. طبعا عامل مباريات في المكان بعد ما المكان اتعمل بحوالي 3 شهور كده، في شهر 10 كان ماتش الذهاب بتاع قبل نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، كان بين الاهلي والوداد في المغرب، اتجمعنا انا والشله كلنا هنا اتفرجنا والحمد لله ربنا كرمنا وفوزنا 2-0 بره في المغرب. تاني ماتش العوده برضو اللي هنا الحمد لله وربنا كرمنا وكسبنا 2-1، وكانت بقى القضيه ممكن، القضيه ممكن في 27/11 هنا كان يوم تاريخي، احنا كنا قاعدين هنا انا والشله، الماتش كان يوم جمعه، احنا كنا قاعدين هنا من يوم الاربعاء، بيتنا مع بعض اربع وخميس مستنيين الماتش، اربع وخميس وجمعه، وكان ليه طقوس وذكريات يعني فوق الخيال. انا اقترحت على الزملاء ان احنا نصور الانفعالات بتاعتنا واحنا بنتفرج على الماتش، قلت لهم انا حاسس ان احنا ان شاء الله هنكسب النهارده وهنكسب اكتر من واحد، هنجيب جون يا اتنين. وبالفعل حطينا كاميرا موبايل وصورنا الرياكشنات بتاعتنا مع الاجوان، وبعد الماتش ما خلص نزلنا 20 ثانيه بس الفرحه بتاعه الجون الاولاني بتاع مجدي قفشه في الوداد في المغرب في قبل النهائي. بعد الماتش على طول واحد من الزملاء اللي كانوا قاعدين معايا بيتفرجوا على الماتش، في حد صاحبه شغال في الصفحه الرسميه للكاف على السوشيال ميديا، كلمه وقال له ايه المكان اللي انتوا كنتوا بتتفرجوا فيه على الماتش ده؟ قال له والله ده مكان بتاع واحد صاحبنا هو عامله كله اهلي وكنا بنتفرج عنده على الماتش، فاستاذنوا ان هم ييجوا يصوروا معانا في ماتش العوده. وبالفعل جم صوروا معانا في ماتش العوده، الاجواء عجبتهم جدا، التشجيع المثالي طبعا للشله بتاعتنا اللي هي كلها مدمنه اهلي وعاشقه للاهلي. وبعد ما الماتش خلص والفيديو نزل بتاع قبل نهائي العوده بتاع الوداد وجاب مشاهدات كتير جدا للصفحه طبعا هي بتاعتهم، اتصلوا تاني واستاذنوا ان هم ييجوا يصوروا الماتش النهائي بتاع الاهلي والزمالك نهائي القرن معانا هنا، وبالفعل جم برضه صوروا معانا المكان. فكرت على طول، جبت حد قلت له انا عايز المكان كده يبقى كله اهلي، المكان كله يتبيض احمر، في بعض الاستيكرات هتشوفوها معموله 3D بشعار النادي الاهلي، الستاير جت بلون احمر وراحت مطبعه طبعت عليها شعار النادي الاهلي، الساعه جت النادي الاهلي، النتيجه جت النادي الاهلي، جبت حد خطاط كتب كلمتين طبعا عزاز جدا على قلب كل اهلاوي، الاهلي فوق الجميع واعظم نادي في الكون، وحط طبعا كابتن بيبو العشق، واللي هو طبعا اول ما الواحد كان لسه بيحابي كده في الكوره 5-6 سنين كان كابتن بيبو طبعا نجم الملاعب المصريه. وعلى فكره انا رحت حضرت ماتش الاعتزال بتاعه مع الوالد الله يرحمه، وكابتن ابو تريكه برضو ايقونه النادي الاهلي للجيل بتاعنا واللي قبلينا واللي بعدينا باذن الله. فبنتمنى ان شاء الله ان المكان يكون عجبكم، وده اقل حاجه الواحد ممكن يعملها لحبه وعشره للنادي الاهلي، يعني لو اقدر اعمل اكتر من كده بكتير كنت عملت. انا رحت كاس العالم للانديه 2012 في اليابان وكاس العالم للانديه 2013 في المغرب. كاس العالم للانديه 2012 في اليابان احنا كسبنا الماتش الاولاني مع هيروشيما الياباني وصعدنا لقبل النهائي وقابلنا فريق كورينثيانز البرازيلي، وعملنا ماتش حلو جدا 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 عليهم، قياسا بعدد الجمهور كان كل الجمهور اللي مسافر ورا النادي الاهلي حوالي 150-200 واحد، وكان 30,000 واحد ورا فريق كورينثيانز البرازيلي، وهم من اداء النادي الاهلي في المباراه وروعه النادي الاهلي في المباراه، بس للاسف ما كانش فيه توفيق ان احنا نكسب. كل الجماهير بتاعه الكورينثيانز وهي خارجه بقت تقابل اي حد مننا من جمهور النادي الاهلي عايزه تبدل معاه اي حاجه، اللي بدل طاقيه، اللي بدل سكارف، اللي بدل ترنج، في ناس كانت معايا قلعت ترنجات وبدلوا الترنجات في قلب الاستاد واحنا خارجين. فنفس الموضوع حصل معايا برضو وانا خارج، حد من الجمهور بتاع كورينثيانز البرازيلي قال لي بليز تشينج السكارف، بدلت معاه السكارف ولحد دلوقتي لسه محتفظ بيه، ذكرى جميله لكاس العالم 2012. والله هو النادي الاهلي ما ينفعش يتوصف بجمله واحده، النادي الاهلي عايز مجلدات وكتب عشان يتوصف بيها، وحب الواحد للنادي الاهلي
لكن لو هي كلمة واحدة بس يتوصف بها النادي الأهلي، الحياة، النادي الأهلي هو الحياة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي، خلينا اخد حضرتك للشكل الاخر، الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. عندنا مباراه مهمه جدا ان شاء الله يوم السبت القادم، مباراه النهائي الافريقي. وسالت حضرتك السؤال اللي دايما بساله خلال الايام دي وهساله بكره تاني، حضرتك شايف فريق كايزر تشيفز فريق قليل؟ اللي يقول كده يبقى انسان غير واعي، غير مدرك، ملوش فيجن، ملوش رؤيه. نعم. لكن ليه؟ لان الفرقه وصلت النهائي. ايوه. هتوصل ازاي؟ مش ببرشوت صدفه يعني. بيقولوا صدفه. لا، الصدفه مباراه، اثنين، ثلاثه، لكن عشان اوصل مشوار احنا 13 مباراه. النادي الاهلي وصل بعد 13 مباراه. طب يعني هل ال 13 مباراه طبعا هتقابلك في عقبات، الفرقه بتطلع وفرقه بتنزل وفرقه قويه، كل الحاجات دي هم نفس القصه. فاللي يقول لك هذا الكلام مبدئيا يبقى انسان وخط فرق قويه يعني قابلتهم. اذا هذا البني ادم ما يعرفش يقيم، ما بيعرفش يقيم حقيقه ان ازاي الفرقه دي وصلت، فبيقول لك لا ده فرقه ضعيفه. فطبعا طبيعي ان يقول كده. لا، انا ما بقولوش لا، الفرقه دي فرقه تحترم وفرقه منافسه وفرقه جديره بالاحترام والتقدير انها وصلت. وارجو الناس ما تخلطش بترتيبها في الدوري العام، في الدوري، دوري جنوب افريقيا. في دوري جنوب افريقيا ليه؟ لان هم ممكن عندهم مباريات متاجله، ممكن هم دلوقتي مش مظبطين، ممكن هم مركزين على البطوله القاريه مش بيبصوا للبطوله المحليه. كل دي فرق يعني لازم 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 نحترم هذا الفريق. وبعدين من حسن حظ النادي الاهلي ان بيتس موسيماني الجنوب افريقي هو ادرى بهذا الفريق. 16 مواجهه والقادمه 17، فهو ضد كايزر تشيفز يعني. فهو عارفهم وعايش معاهم. وعارف كل صغيره وكبيره. مش مستني حد يقول له، ومش مستني حد او محلل يفكره بالفرقه دي. فهو عارف كل واحد بيلعب ازاي وكل طريقه لعب ايه وكل الكلام ده كله. يعني ده وصول الفريق يعني. لا بالظبط كده، ده وصول ده منذ قليل يعني. وصول بعثه النادي الاهلي الى الدار البيضاء استعدادا ان شاء الله لمباراه يوم السبت القادم، نهائي دوري الابطال. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول دايما تبقوا حضراتكم معانا لحظه بلحظه وماذا يحدث في بعثه النادي الاهلي او مع بعثه النادي الاهلي. واستعدادات مكثفه الحقيقه، السفاره المصريه في المغرب وكل الناس الحقيقه المصريين اللي قاعدين هناك والمغاربه الحقيقه عاملين زي ما حضراتكم سمعتوا من الناقد الرياضي حمزه شتاوي، قال لكل المغاربه هيبقوا متواجدين ان شاء الله لمسانده ولدعم النادي الاهلي. متوقع يا كابتن فتحي؟ طبعا متوقع كده. لان اولا بلد عربي، المغرب، المملكه المغربيه يعني من الدول اللي احنا بنغذي بيها شمال افريقيا. تونس والجزائر والمغرب، بدر بنون من عندنا، فبرضه هناخد من الحب جانب بالنسبه للبدر. طبعا. فنفس المغرب هي دلوقتي الفرقه دي هي اللي طلعت الوداد من عندهم. فبرضه كل العوامل وكل العناصر بتقول، لكن خلي كل دي عوامل خارجيه. مظبوط. خلينا الداخلي، الفرقه اللي هتأدي في الملعب. دايما كنا حضراتكم بتقولوا لنا ان هناك فارق كبير بين التاريخ وارض الملعب. اكيد التاريخ بيتكتب. يعني ما فيش تاريخ في المستقبل، لكن دايما يقول لك المستقبل في ايه؟ ما نعرفش. صح. لكن التاريخ لغايه دلوقتي في ايه قبل كده؟ صح. هل ده هيفيد؟ يفيد في حاجات تانية. يعني زي ما نقول ايه؟ شخصيه لاعيبه النادي الاهلي. ايوه. الخبرات اللي عند لاعيبه النادي الاهلي. المخزون الخططي اللي عند لاعيبه النادي الاهلي. المخزون المهاري، مش البدن، البدن دي كلمه كان الناس بتقولها مخزون بدني، لكن انا بقول مخزون مهاري. ايوه. يعني مهارات اللعيبه للنادي الاهلي. ايوه. والمخزون الخططي والمخزون الخبراتي. خبراتي ايه؟ انهم لعبوا هذه المواقف وهذه المباريات كتير،
اول مره يلعب هذه المباراه. تمام. وبالتالي النادي الاهلي هيلعب هذه المباراه وهو عنده كل عناصر او كل وسائل الوصول للقمه موجوده مع لاعب النادي الاهلي. ايوه. مدرب محنك حافظ الفرقه اللي قدامه، هينقل لهم، هينقل لفرقه النادي الاهلي كل صغيره وكبيره ويحفظها لهم ايه؟ دي واحده. عندك انت دلوقتي احنا لو نتخيل فرقه كايزر، يعني كايزر هتلعب ازاي؟ ايوه. هي طريقه لعبها عاده اللي هي اللي بتلعب بيه الزون مش في نص ملعب، كمان في تلت ملعب. مظبوط. وبتكتله ويعتمدوا على هجمات، ده من اول دور ال 32 لغايه دلوقتي بيلعبوا بنفس الطريقه، ويعتمدوا على الهجمات مرتده. مظبوط. هو ده بقى شغلهم وده اللي حافظينه. طب انت كنادي اهلي، لا انا النادي الاهلي عندي مهارات، خبراتي وشخصيه لاعبي النادي الاهلي في مهارات لاعيبه النادي الاهلي. في ان واحد ضد واحد، ان انا ارقص، ان انا ارقص واشوط، ان انا ارقص واخد فاول. انا لسه كنت هسال حضرتك هل التكتل الدفاعي المتوقع او هي دي طريقه ده هيحصل؟ ده هيحصل. هل ممكن نفاجئ بطريقه ثانيه ولا لا؟ لا لا صعب. هو هيبدا بكده. هو عاده بيبدا بكده، لما بيغير بيغير، بس لازم يبدا بكده، هي دي البدايه. اوكي. هياخدها في تلت ساعه، في نص ساعه. ممكن انت شوط اول مثلا، يعني شوط اول او نصه. تمام. وزي ما عرفنا ان الاتحاد الافريقي قال لك ان دلوقتي في حالة التعادل هيبقى في وقت إضافي ربع ساعة وربع ساعة ثم ضربات ترجيح. يعني لو حصل تعادل هو أضافه، دي ما كانتش قبل كده موجودة. قال لك إن هيتعمل وقت إضافي. هتأكد منها دلوقتي؟ لا لا لا، أنا أقولها لك يعني. أكيد. طبعا طبعا. ربع ساعة، ربع ساعة وربع ساعة ثم ضربات ترجيح وقت التعادل. إذا هو حاسس إن الوقت قدامه ساعتين من الساعة ونص. فهو عايز يطول المباراه. يعني هو كل ما تطول المباراه ده في صالح، هو عايز يعمل كده. بس هو كمان ضده الوقت الاضافي اللي اتعمل، لان هو كان يقول لك 90 دقيقه ان انا اقدر اصمد قدام النادي الاهلي. أوكي. لكن ساعتين هيبقى صعب يصمد قدام النادي الاهلي. لكن برضو متوقع كابتن ان الهجمات المرتده يبقى ليها دور. طبعا طبعا، الهجمات المرتده عايزه شيء من التركيز عندنا والعمق الدفاعي. لابد ان يكون هناك عمق، ولازم زياده عدد لاعبي المدافعين على واحد، اثنين ضد واحد، يعني نبقى احنا اثنين لما يكون واحد مهاجم، نبقى ثلاثه لما يكون اثنين مهاجمين، لازم يبقى احنا زياده واحد، دي واحده، ولازم العمق اثنين. طب الهجوم ازاي هضربه؟ هتضرب هذا التكتل وخصوصا في التلت، لا اما بالتسديد، لا اما بالاوفرات وضرب الكره بالراس، لا اما بالمراوغه عشان تاخد ضربة حرة مباشرة أو غير مباشرة، أو تجيب جول، ولو جوه المنطقة تبقى ضرب جزاء، أو تراوغ وتسدد تاني على أساس إن أنا أجيب جول. ملكش غير الثلاث وسائل دول. أيوه. اللعب على الأطراف، طب هتلعبها على الأطراف إزاي؟ مش هتبقى مقفولة يا كابتن فتحي؟ هتبقى مقفولة لما يعني أنت لما تلعبها هيبقى عندي مراوغة اللعيبة بتاعتي، مهارتي يعني عندي. في الأول وفي الآخر المهارة هي اللي هتحكم. طبعا عندي مهارات، مهارة فردية. المهارة الفردية لها دور وهتكون كلمة السر. المهارة الفردية والتسديد من خارج المنطقة. أيوه. واستخدام ضرب الكرة بالرأس، وشفنا محمد شريف في الماتش الأخير باثنين ضربات رأس، يعني تحس إن في مهاجم بيعرف يجيب جول بدماغه. أيوه. مش إن هو بيلعب كرة، فرق ان انا العب الكره في الجول، وفرق ان انا اطلع واركب وباصص للكره وحاطط ان انا بحط الكره ازاي في الجول. ايوه. دي كلها بتساعد. يبقى اذا ان انا المجموعه دي كلها، لا اما المهاره الفرديه في واحد ضد واحد وقادرين، يعني اي لاعب من لعيبه النادي الاهلي عنده هذه المقام، المدافعين والمهاجمين وكده، مع العمق الدفاعي، مع التركيز الدفاعي، مع ما سيبهمش يلعبوا اكتر من ما سيبش واحد ضد واحد في الدفاع، لازم نبقى اثنين ضد واحد. أيوة. واحد بيلعب والتاني بيعمل الكفر. اما بالنسبه للناحيه الهجوميه ماليش غير ان انا ارقص، او ان انا احاور، او ان انا اقضي على اخد الكوره واروح اللعب ارقصه. هتقول لي اللعيب انت هترقص في التلت الاخير، يعني انت قريب من الجول. مظبوط. مش بقول لك رقص قدام جولك او في نص الملعب، ده انت هتقعد تنقل الكوره من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، بس لازم واحد يخترق. الاختراق ده هتجبره بالرقم الطولي. هم عندهم العنف موجود.
طبعا هيشربوا الفاولات كتير قوي لو في حكم يديك حق. هنقدر فيها. كابتن فتحي برضو، هل من الممكن ان احنا نشوف تغييرات جديده في النادي الاهلي؟ بمعنى ان حضرتك بتقول ان المهاره الفرديه هيبقى ليها دور كبير قوي، من الممكن نشوف ممكن موسيماني يغير من تفكيره في بعض اللاعبين ويلعب بلاعبين اكثر مهاره فرديه مثلا؟ كابتن اسلام، اللعيبه كلها انا شايف ان مهاراتهم عاليه. أيوه. يعني مش موضوع انه بيغير عشان يجيب اصحاب مهارات. جميع لاعبي النادي الاهلي مهاراتهم عاليه جدا. المهاجمين ولاعيبه وسط الملعب والمدافعين. أيوه. يعني مش هيقول ده بيعرف يرقص وده ما بيعرفش يرقص، ده أيوه. بيحاول ده ما بيحاولش. نمسك اي لعيب اي تشكيله هو هيلعب فيها. احنا بندعو الله سبحانه وتعالى ان هو ربنا يوفقه، لان التوفيق له دور في هذه المباراه وفي النهائيات والمباراه الختاميه دي. التوفيق له دور كبير قوي قوي قوي. التوفيق في المدرب انه يختار الفرقه مظبوط، والتوفيق في اللعيبه انها تنفذ كلام المدرب، والتوفيق في حكم يديني حقي. ان الحكم لابد ان يعني احنا مش طالبين انه يجي منا، فعشان كنت بقول له التوفيق. التوفيق له ان هو ايه يقدر صح، صح تقديراته تكون سليمه، تحركاته تكون سليمه، يدي لكل واحد حقه ليا او للفرقه الثانيه. بدليل احنا مش طالبين اكتر من التوفيق للمنظومه اللي بتلعب. التوفيق للمهاجم بتاع اللي يلعب ويقدر من نص فرصه يجيب جول، انه يركز قدام الجول. هذه المباريات ما بتخلص بمجموعة أهداف، يعني هي عايزة مهارة لاعب وثقافة لاعب وخبرة لاعب وأداء لاعب ثم ثقافة المدافعين اللي عندنا واللعيبة. فالمخزون المهاري لابد يكون له دور، المخزون الخططي لازم يكون له دور، ثم المخزون الفني للعيبة يكون له دور، ثم التوفيق يكون له دور. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن وصول النادي الاهلي يا كابتن للمغرب، استعدادا طبعا لملاقات نادي كايزر تشيفز في المباراه النهائيه. وبعد التقرير فاصل، بعد الفاصل هنرجع ناخد كلمات اخيره بقى من الكابتن فتحي نصير عن هذه المباراه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي، اعتقد الاربع مباريات اللي لعبهم النادي الاهلي في الدوري كان خير تحضير يعني للمباراه. اكيد لان رفعوا من أداء اللعيبة، من رتمهم، من التحامهم، من اللعب الجماعي، من الاحتكاك، من الناحية البدنية والفنية، من الضغوط، كل دي يعني الضغط العصبي، الضغط البدني، الضغط الفني، كل دي فعلا كانوا أربع مباريات رغم أنهم كانوا يعني قريبين من بعض، لكن رفعوا كتير من معنوياتهم، بالإضافة ان ادوهم معنويات، وخصوصا ان الحمد لله ربنا سهل والمباراه كلها كانت في نتائج ايجابيه لصالح النادي الاهلي، فالناحيه المعنويه والناحيه النفسيه رفعت كتير للنادي الاهلي. تمام. هل موسيماني يعتمد على بعض اللاعبين اللي كانوا اللي لعبهم في فترات اقل في المباريات اللي فاتت؟ بمعنى هل ممكن يكون في دماغه حاجه؟ لا، هو زي ما اتفقنا حسن الحظ ان هذا الرجل عارف الفرقه دي فخلاص حفظته. بس هو على فكره، بمناسبه ان هو عارف الفرقه دي، هو قال في تصريح من اربع ثلاث ايام او من اربع ايام بعد مباراه المقاصه على طول، قال انا بالنسبه لي فريق كايزر تشيفز فريق غامض. ما هو تصريح غريب. لا، ما هو ليه بقى؟ هو عارف احنا بنقول عليه، بس غامض لان هو انسان، هو عارف ازاي يتعامل مع الاعلام. اوكي. في اطار الحرب النفسيه. طبعا أوكي. يقول لك ان غامض، يقول لك ما اعرفش عنه حاجه وكلام، ده لازم يقول، لكن هو مش غامض بالنسبه له. هو على الاقل لعب بطوله افريقيا واحنا كله شايفينه، لو مدرب تاني برضه هيعرف الفرقه دي شكلها ايه. طبعا. لكن هو عارف الدخائل ايه وعارف كل حاجه فيه، ويمكن له اصحاب كمان جوه كايزر شيف عارف الفرقه يعني. يعني عارف معاهم 16 مره. يعني هتلاقي على الاقل ليهم شكل طبيعه شكل، يعني لما نيجي الناس تتكلم على الاسماعيلي انت عارف الاسماعيلي بيلعب ازاي. فهو وهيختار اللعيبه اللي هو مقتنع بيها، اللي هي بتاعت المناسبات الكبرى. اوكي. المناسبات الكبرى اللي هي المباريات النهائيه. شخصيه النادي الاهلي يا كابتن اسلام هي اللي هتظهر في هذه المباراه، وكفاءه ومهاره لاعبي النادي الاهلي هي اللي هيكون لها الكفه، وهي دي اللي هتفرق ما بين الفرق، ما بين النادي الاهلي وما بين كايزر. وبعدين انت طالع بمعنويات عاليه لانك كسبان
الاربع مباريات كانوا ايجابيات نتائجها. انت اخر مباراه لعبها في بطوله افريقيا كانت مع الترجي، مسجل 4 اهداف رايح جاي، هم مسجلين هدف واحد. مظبوط، دي معنى دلاله ان هم ما لهمش يعني القوه الهجوميه القاتله اللي هي عندهم اللدغه، لكن عندهم اللدغات ان هي 1-0 بس كده. فدي احنا هنكون حذرين، لكن 1-0 هو وصل النهائي ب 1-0. احنا هنكون حذرين منها في ان احنا العمق الدفاعي اساسي اساسي اساسي، مفيش اللعب الجماعي الهجومي بالنسبه لهم مش هيعمل. انت لازم تخليهم يفكوا هذا التكتل بان احنا في اول ثلث ساعه وقال الرب صلى الله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا في نسجل هدف، شكل المباراه هيتغير وطريقه لعبهم هيتغير. بمعنى ان خلاص ما لهمش امل، لازم يهاجموا. اوكي، فلو هاجموا اتفتحت خلاص تلعب، اما اللعب بتاعنا اللي هو الطويل اللي بنلعبها وبنلعبها لشريف وبنلعبها كده مش هنلاقيها المسافه كمان خالص. المسافه ضيقه والمكان قديم، يبقى لازم الباصه في الرجل. الباصه في الرجل والمهاره هي اللي لها دور. تخطف جول في الاول تفك الفزوره اللي قدام، السفحه دي هتفك. أوكي، هتلاقي الفرقه دي كلها راحت نص ملعبك خلاص. اما تروح عندك المساعد تبقى مباراه بقى خلاص. بدات انت تلعب، هتلعب كره النادي الاهلي بقى. لكن في الاول اللعب والحرص والتركيز هو هيكون عنوان بدايه هذه المباراه. عجبك اكرم توفيق فيما يفعله خلال الفتره السابقه؟ يعني نقول زي ما بنقول لاعبي النادي الاهلي، ما بنشعرش طبعا. هاني لاعب متميز طبعا دور، لكن اكرم جه وهم دول لعيبه النادي الاهلي يا كابتن، انه يلعب في اكتر من حته، والفرق كبيره، المواعيد كبيره، الفرق الكبيره اللي يكون عندها في كل ملعب يعني في كل مركز، يعني تلاقي اللاعب بيلعب في 3-4 مراكز. مظبوط، ده الفرق الكبيره مش اي فرقه. فانت لو بصينا للفرقه دي مثلا، عندنا اكرم بيلعب لك في اكتر من مركز، يلعب باك يمين، يلعب في وسط الملعب، يلعب من ناحيه الدفاع، يلعب لك في 3. ايمن اشرف يلعب في اكتر من حته، نفس الحته اللي بيلعب لك. فاذا اللاعب اللي بيلعب في اكتر من مكان هو اللاعب المتميز، ودي لعيبه النادي الاهلي تلاقيهم بيلعبوا. مثلا عندك حسين الشحات يلعب ناحيه اليمين، ناحيه الشمال، يرجع يلعب ورا. عندنا طاهر محمد طاهر نفس القصه. اللاعب اللي بيلعب في اكتر من مكان هو اللاعب المتميز، واللاعب المتميز هتلاقيه في النادي الاهلي. دور مجدي قفشه في مثل هذه المباريات، دور مجدي قفشه في هذه المباراه، اولا القدره على الاحتفاظ بالكره ان ما نفقدهاش، ما تفقدش الكره بسهوله، وتغيير اللعب من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، ثم الاختراق لان هو برضه بيراوغ. الثلث الاخير ده سهل، الثلث الاخير يعني نقدر نقول ايه 30 يارده. ايوه، يعني قلنا الثلث الاخير لو الملعب طوله كله مثلا ال 110 او 115 متر، يعني نقول 30-35 يارده تلت الملعب. أيوه، فانت في تلت الملعب سهل انك لما في 5 يارده لما تترقص هتلاقي نفسك 30 يارده تشوط جول. سهل انت من هنا تخترق وتجيب من نص الملعب. أيوه، سهل انت يا قفشه انك هتقدر تلعب. التحركات اللي قدامك دي هتخليهم يخلخل الدفاع، وانت تيجي من المهاجمين المقدمين من الخلف هيكونوا اقوى واخطر طبعا، فده هيبقى متقدم بالنسبه لايمن اشرف. يلعب ثلاثه في وسط الملعب ولا اثنين؟ بمعنى حمدي واليو وسوليا، ولا واحد اثنين في الثلاثه؟ هي دي بقى بترجع كابتن ان هو الفرقه دي هيلعبها ازاي؟ مع العلم ان هو زي ما اتفقنا فرقه متكتله. طبعا. يعني مهاجمين مش كتير، يعني نص الملعب مش هتلاقيه. هو ازاي بقى يوزع لعيبته هياخدوا اخر خط في مساحه الملعب. اقرب اثنين ولا ثلاثه؟ مراكب محمد خمسه، احنا قلنا ان مساحاته المساحات الدوليه عاده بتبقى من 100 من عرض الملعب 70 ل 110. 70 ل 110، العرض ممكن يبقى 70، في ملاعب بتبقى 60 ويبقى دولي. طبعا ده ما هو الدولي من والى، فممكن يبقى 60 ممكن يبقى 70 العرض، فممكن هو العرض الاقل في الدولي، فعشان كده هتبان ضيقه، هتساعده هو، يبقى هتخليني العب على الاطراف اكتر، العب على الخطوط اكتر، كل ده هيساعدني ان انا اكتر اللعيبه اللي قدامي في ان انا لعبت بره. أيوة، يبقى الاختراق من النص. تمام، لكن انا مش هوقف ثلاثه المدافعين اللي هيلعب بيهم ثلاثه، لان لو الفرقه دي بتهاجم وبتبقى رايح جاي ممكن في حاله واحده بس، اما انت تجيب اجوال وبداوا يهاجموك تفكر في حاجه زي كده. طيب انا لما باجي هاجم في ظل اعداد كبيره واجسام كبيره
بتبقى الامور مختلفه عن ان انا الاقي مساحات. الاهلي هيهاجم ازاي في ظل ان اجسام لاعبي كايزر تشيفز كبيره، سرعات، لياقه بدنيه عاليه، في 20 عالية، تميل يارد. تميل للعنف كمان، تميل للعنف، تميل للعنف. مالكش يا كابتن اسلام غير القدره على الاحتفاظ بالكوره برضه. احتفظ بالكوره حتى في الناحيه الهجوميه، حتى في الناحيه الهجوميه انما ما افقدهاش. واحتفظ بالكوره ازاي؟ ان انا لما امرر لك في الزحمه دي الكوره ما تضيعش. مظبوط. عشان لما هتضيع ابدا هجمه مرتده عليا، لا انا في الحاله دي يبقى التركيز في عدم فقدان الكوره، التركيز في المهاجم اللي هو اللعيبه بتاعتي اللي بيراوغ والاقي واحد يغطيه، يعني عشان لو واحد قطعها منه التاني يعمل له كفر. فاذا دي لازم، يبقى انا هحتاج للمهاره، مهاره المراوغه مهمه جدا، ثم مهاره التمرير مهمه جدا، ثم مهاره التسديد مهمه جدا. هل الحاجات دي كلها هقدر اعملها ك لعيبه النادي الاهلي؟ قادرين. ليه؟ لان هم وبعدين الفرقه دي طالما بيلعبوا بعنف يبقى اذا هم في وسط ملعبهم لما انا هرقص كتير ان انا اخد فاولات. حاجه تانية، هم مش هيجروا كتير فهيحتفظوا بلياقتهم البدنيه. بالظبط. لان هم واقفين ما بيعملوش حاجه وانت بس اللي عمال تتنقل، فاحنا برضو نخلي الكره تتعب، مش احنا اللي نتعب. يعني هم اذا كانوا واقفين احنا برضو هنحاول ننقل الكره. استخلاص الكره والمحافظه على الكره هتجبرهم وهتتعبهم اكتر. أيوة. رغم انهم واقفين هخليهم يتعبوا اكتر. ازاي؟ لان انا بلعب الكره في ناحيه الشمال هم كمان بيتحركوا كده، لكن لو انا العبها انزراعي ثابته كده وتتقطع هيبقوا واقفين. لا انا اجبرهم انهم يتحركوا يمين وشمال. طب انا اجبرهم، يبقى لما اوديهم شمال اوتوماتيك مش هيقفوا الناحيه الثانيه، هضطر يجروا. يبقى خليهم يتحركوا. ايوه. يبقى ما يقولوش ان لياقتهم مش هتضيع، هتضيع. انا اقدر بس بنسبة اقل يا كابتن. ممكن يعني هي بنسبة اقل بس انا كمان ممكن تبقى ايكوال، تبقى قد بعض. ليه؟ لان انا لما هلعب الكوره مش انا اللي هجري، انا هلعب لك، بس اهم حاجه الاحتفاظ السليم بالكوره. لما العب لك انا الكوره هم هيجروا ثلاث اربع خطوات وانا ما اجريش ولا خطوه. ايوه. انت هتلعبها لي وانا في نفس المكان، هاخدها واجري خطوتين واجي العبها كده. الخطوه دي هتلاقي جابت الفرقه كده، هتلاقيهم برضه هم بيجروا. بس الناس ما بتحسش ان بتبص على الفرقه، هي بتبص على الكوره. هتلاقي هم كمان بيجروا. ايوه. فانت اجبرهم على الجري في التلت ده تقدر تجهده. من وجهه نظرك اذا لعبنا على الاطراف فمن المتوقع ان احنا نشوف علي معلول واكرم توفيق يمين وشمال. دور علي معلول اللي دايما بيستغله النادي الاهلي كمفتاح في الجبهه اليسرى، هل من الممكن ان هو نشوفه في نفس الشكل رايح ويعمل اوفرات وكده ولا مش هيبقى كتير لان المنطقه هتبقى زحمه؟ ايوه. ما انا بس عايزين نقول للناس المنطقه هتبقى زحمه، يعني الناس هتبقى واقفه اصلا. لكن هي لما علي معلول لما الهجمه بتكون علينا واحنا بنقدر نهاجم فبتخش على الفرقه اللي قدامك. أيوة. ففي مساحات اصلا موجوده فانت بتستغل هذه المساحات بالكره الطويله. مش هنلاقي الكره الطويله بتاعتنا. ايوه. مش هتعرف تلعبها، مش هتعرف تلعبها استحاله الا لما انت لو تجيب الفرقه عليك. تجيبها ازاي؟ ما انت مش هتجيبها غير انك تجيب جول. طيب. عشان تجبرهم انهم يطلعوا. ايوه. بس غير كده هم مش هيطلعوا. تمام. كابتن فتحي خلينا نروح للمغرب لزميلنا العزيز كريم احمد يقول لنا برضو على اخبار البعثه. الحمد لله على السلامه يا كريم. وطبعا في ديلي يا جماعه وقت حوالي 7 ثواني او 8 ثواني. كابتن اسلام الشاطر كل التحايا الجديد طبعا ولكل كابتننا، وطبعا يمكن بنقول الحمد لله على السلامه لكل بعثه النادي الاهلي. رحله استغرقت 5 ساعات و10 دقائق حتى وصلنا هنا الى مطار كازابلانكا والى الدار البيضاء تحديدا، ومنها الى فندق الاقامه. يعني نقدر نقول فندق الاقامه بيبعد عن المطار من 35 ل 40 دقيقه، لكن وصلنا الحمد لله مع التامين. ابدا معاك هنا كابتن اسلام بحاله الحظر هنا. طبعا انت عارف منطقه المغرب ريد زون طبعا بالنسبه لكوفيد 19، ويمكن الحظر هنا بيبدا 11 مساء بينتهي 4 فجرا. الامور هنا يمكن فيها تحذير كبير جدا وفيها تشديدات واجراءات احترازيه كبيره جدا داخل فندق الاقامه وفي مطار كازابلانكا. الامور هنا مشدده بشكل كبير جدا، لكن يا رب ان شاء الله يحفظ كل اللاعبين حتى ميعاد المباراه. المسحه ان شاء الله اللي هتجرى خلال ال 48 ساعه القادمه باذن الله كالعاده طبعا مع الحفاظ على كل لعيبه النادي الاهلي تكون سلبيه، المسحه اللي هي البعثه بالكامل. الامور الحمد لله طيبه جدا. مجرد وصولنا طبعا الى مقر الاقامه، فندق مميز نزلنا فيه في المباراه الاخيره اللي كانت امام الوداد المغربي اللي استطاع النادي الاهلي ان يفوز فيها بنتيجه 2-0. يمكن الفندق مميز جدا، اختيارات كالعاده طبعا كابتن سيد كابتن سمير عدلي، كل الامور الاداريه
دي بتكون مهمه جدا مع التنسيق الكامل مع السفاره طبعا هنا معالي السفير طبعا اشرف ربيهم وكل طبعا مسؤولي السفاره. الامور الحمد لله طيبه جدا يا كابتن اسلام. النهارده نقدر نقول خلاص لعيبه النادي الاهلي مباشره تناولت وجبه العشاء ومنها الى الغرف على ان يبدا بقى اليوم كامل غدا ان شاء الله يكون تدريب في نفس ميعاد المباراه. ميعاد المباراه هنا يكون 8 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت القاهره. الامور الحمد لله طيبه حتى هذه اللحظه، بنتمنى ان شاء الله بقى مع مرور الايام يا كابتن اسلام كل الظروف والمناخ وروح اللعيبه تبان في التدريبات وجديتهم الكبيره، وان شاء الله باذن الله تكون البطوله العاشره من نصيب النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن اسلام لو فيها استفسار. يا رب ان شاء الله. السماعه الحمراء حلوه برده بيني وبينك يا كريم، اللي انت حاططها دي حلوه جدا، السماعه حمراء كابتن فتحي وعامل بيها شغل. هو كريم كده على طول. حاطط سماعه حمراء. تمام يا كيبو. طيب كريم برده عايزك تطمننا. حبيبي يا كابتن اسلام. الله يخليك. طمنا النهارده برده مرافق للبعثه منذ الوصول من مطار القاهره وفي الطياره وحتى الوصول الى المغرب، شايف الفريق، شايف التركيز، شايف كابتن خطيب، شايف اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين، الشكل العام عامل ازاي؟ الحقيقه كابتن اسلام يعني كل المؤشرات الحقيقه يعني بتدينا انطباع كبير جدا ان اللعيبه مركزه وعارفه اهميه البطوله وعارفه اهميه المباراه وكل الظروف دي لعيبه النادي الاهلي اتحطت فيها الحقيقه. يمكن من مطار القاهره اي لعيب تشوفه تلاقيه ماسك اللابتوب بيتفرج على المباراه السابقه، بيتفرج على المباراه الاخيره، بيتكلم مع زميله. يعني النهارده كان في اكتر من مشهد، النهارده شفنا محمد شريف مع حسين الشحات مع مجدي قفشه، الثلاثه بيتفرجوا على المباراه الاخيره، بيشوفوا لا انت كنت تلعب عليه كده يا حسين، لا انت دي احسن، لا يعني واضح التركيز الكبير مع لعيبه النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب بقى بقيمته الكبيره كرمز لكل الاهلاويه ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي وحرصه الكبير والدائم ان هو يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في كل المباريات الكبيره والهامه جدا، دي رساله مهمه وبتنعكس على اللاعبين بشكل كبير من مطار القاهرة. كابتن الخطيب مجرد يعني وصوله الى المطار ويمكن على طول اول ما طلعنا للطيارة سلم على اللعيبة كلها، ويمكن قال كمان لمجدي قفشة كلمة مهمة جدا، قال له انا سقفت لك في الهدف الاخير. يمكن الهدف كان مميز جدا جدا لمحمد مجدي قفشة، روح كبيرة جدا وواضح التركيز واللعيبة. انا باكد لك كابتن اسلام المردود ده بيوصلها بشكل كبير، عارفين الاهمية وكمان الوعي الكبير اللي بنأكد عليه كل مرة لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي السند الحقيقي والداعم الاول والاخير، وده بيوصل للعيبة بشكل كبير جدا. جمهور النادي الاهلي لما بيأذر بيكون مع لعيبه النادي الاهلي في كل الامور، سواء امور عكسيه او امور ايجابيه لفريق النادي الاهلي، دي بتزود الدوافع بشكل كبير وبتزود الرغبه بشكل اكبر، وده اللي لامسينه الحقيقه كابتن اسلام. أيوة. مع لعيبه النادي الاهلي. أيوة. يعني حتى هذه اللحظه لسه ما شفناش التدريبات، لكن متاكدين الجديه والحماس هيكون في تدريب النادي الاهلي. مين اللي متواجد من اعضاء مجلس الاداره؟ يعني احنا شفنا السيد الوزير السابق العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره، شفنا الدكتور محمد سراج، يعني اللي انا شفتهم في الصور او في الفيديوهات، مين تاني متواجد؟ استاذ طارق قنديل طبعا، مين تاني متواجد يا كريم؟ برفقة طبعا الاستاذ خالد الدرندلي. الاستاذ خالد الدرندلي طبعا كل الاسماء طبعا. مع الكابتن محمود الخطيب والاستاذ خالد الدرندلي. الحقيقه طبعا يعني مجلس اداره الحقيقه بروح النادي الاهلي وبروح الفانيله الحمراء، ويمكن رسالتهم مهمه جدا، ووجودهم الحقيقه بيسهل امور عديده جدا، سواء وجودنا في المطار، كل الامور الاداريه، خروجنا، الجوازات، التاشيرات. انت عارف يا كابتن اسلام يعني لما بتكون بعثه النادي الاهلي متواجده في اي مكان الامور كلها بتكون مهيئه جدا، لكن كمان بيبقى معاك مجلس الاداره بالقامات الكبيره جدا اللي متواجده، ده امر بيكون مهم جدا. يعني ما نقدرش نقول ان احنا من عدد كبير في المطار من الوقت، لكن يمكن المطار كان زحمه شويه، لكن مع الاجراءات ومع الاتصالات اللي كانت مستمره جدا بشكل كبير جدا مع كابتن محمود. طيب. الخطيب انهت الاجراءات بشكل سريع ومنها الى فندق الاقامه. طيب. الامور طيبه جدا يا كابتن اسلام، بنتمنى بس ان شاء الله يكون التوفيق معانا في المباراه. لو تقدر تقول لنا اليوم بكره ان شاء الله هيبقى ماشي ازاي، والاجواء عندك، درجه الحراره، انا شايف اللعيبه لابسه شورت مفيش مشكله، الدنيا عامله ازاي، احكي لنا برده سريعا الاجواء عامله ازاي، وبكره اليوم يعني افطار الساعة كام؟ الغدا الساعة كام؟ المحاضرة؟ التمرين؟ 10 صباحا كالعاده طبعا هيكون فطار يمكن الرئيسي طبعا لفريق النادي الاهلي، من بعدها 3 عصرا هيكون وجبه الغداء، ومنها محاضره فنيه قبل التحرك الى الملعب التدريب اللي هيخوض عليه النادي الاهلي التدريب الاول. يمكن الملعب مسمى طبعا ملعب كهرماء الدار البيضاء، يمكن زي ما بقول لك كابتن اسلام تواجدنا عليه في المره السابقه. الملعب بيبعد عن فندق الاقامه 20 دقيقه، هيكون تدريب طبعا 8 مساء في نفس موعد المباراه، 9 مساء طبعا بتوقيت القاهره. الجو فيه بروده شويه، يعني انت عارف طبعا كابتن اسلام درجه الحراره عاليه جدا، الرطوبه كانت صعبه جدا في القاهره، لكن الاجواء هنا مميزه جدا. وعلى طول اول ما نزلنا المطار سالنا قالوا لا الجو يعني فيه تقلب شويه، لكن الحقيقه درجه البروده هنا بسيطه، لكن جو كروي رائع جدا ومميز. بنامل ان شاء الله باذن الله يوم المباراه في نفس التوقيت يكون الجو بهذا الشكل، وينقصنا بقى للتوفيق ان شاء الله كابتن اسلام ودعوات كل بقى جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله ربنا بس يحافظ على لعيبه النادي الاهلي على مرور الايام فيها التدريبات، وان شاء الله باذن الله نعود من كازابلانكا بها البطوله العاشره لتزام البطولات النهائيه. يا رب ان شاء الله. اخيرا اخبار اخواتنا المغاربه ايه؟ يعني
يعني اكيد في المطار شفتوا مغاربه الدنيا عامله ازاي، هل اتجاه لمسانده النادي الاهلي، دعم النادي الاهلي؟ الحقيقه نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، لان كل اللي قابلناهم مشجعي الوداد تحديدا كلهم بيشجعوا النادي الاهلي وكلهم بيتمنوا التوفيق للنادي الاهلي، والحقيقه واضح الروح الكبيره جدا، ويمكن اللي خد الجزء الكبير طبعا هو بدر بنون الحقيقه، اللي يمكن ليه شعبيه كبيره جدا جدا هنا منذ وصولنا الى مطار كازابلانكا مع كل لاعبي النادي الاهلي. الناس سالت على كهربا، سالت على الشحات، سالت على قفشه، على الشناوي، على كل اللعيبه. الحقيقه واضح الدعم والمسانده، وده هيبان بكره بقى كمان يا كابتن اسلام. انا يمكن باكد لك ان الحظر هنا بدا خلاص، فيمكن ما نقدرش نقول في حد في الشارع دلوقتي، لكن من الصباح هنلاقي واحنا ماشيين واحنا رايحين للتدريبات عدد من جمهور الوداد المحب للنادي الاهلي. ويمكن كمان انت عارف بقى يعني كايزر شيف طبعا هو خرج الوداد، فلابد يمكن جمهور الوداد بالكامل يكون داعم للنادي الاهلي، لكن الدعم الاول والاخير لفريق النادي الاهلي هو طبعا جمهور وجمهور النادي الاهلي اللي بملايين. ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام الامور تكون طيبه يا رب ان شاء الله، ويستمر النادي الاهلي في تركيزه واصراره وعزيمته ورجولته الكبيره جدا، ونقدر ان شاء الله كابتن اسلام بالاخلاص الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي نرجع من كازابلانكا بالبطوله العاشره ان شاء الله. الحمد لله على السلامة يا كريم، ودايما بتطمنونا على بعثة النادي الأهلي لحظة بلحظة، والحق خش بقى قبل ما الحظر وحد يمسكك ولا حاجة. فيعني شكرا ليك يا زميلنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من الدار البيضاء. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نضع حضراتكم لحظة بلحظة إيه اللي بيحصل في بعثة النادي الأهلي. النهاردة وصلوا بالسلامة، من بكرة الصبح هتلاقوا كريم معاكم طول النهار بكرة إن شاء الله، يوري حضراتكم اللي ممكن نقوله دايما كالعادة، لأن في حاجات طبعا بتبقى في إطار السرية دائما، سواء تمرين الفريق بعض الأمور الأخرى. كابتن يعني مع يعني احتراما بالسرية الحقيقة كابتن أحب أضيف، أنتوا هنا القناة سواء أنت غير أن أنت راجل مقدم ومدعي وكده فمسؤول في القناة، فلكم دور في ان القناه بتنقل كل ما يدور للنادي الاهلي، محسسين جمهور النادي الاهلي الكبير، كل الناس ملتفه دلوقتي على قناه النادي الاهلي لان عايزه تشوف المغرب. كان الكلام ده ما بيحصلش زمان، كنت بتشوف وصلوا وخلاص، انت دلوقتي بتقول لهم وصلوا ايه وراحوا فين وجوم منين وكده. فدور القناه دور كبير قوي قوي في مشوار الفرقه حتى وصلت النهائي، مش المباراه دي بس، جميع المباريات. جميع المباريات. يعني اخيرا يا كابتن فتحي انا بشكر حضرتك جدا، ولكن في النهايه مش معقول حضرتك تبقى معايا وما تقولش رساله للاعبين والجهاز الفني ولا جمهور النادي الاهلي. نبدا بجمهور النادي الاهلي. اتفضل. جمهور النادي الاهلي جمهور كبير، احنا بنقدره، كلنا بنقدره كابناء النادي الاهلي، وبندين له كجمهور النادي الاهلي، لأن هو من صنع منظومة وكل من ينتمي إلى النادي الأهلي. لعبة النادي الأهلي أكيد أنتوا الناس بتقول لكم العشرة، ده شرف لكل واحد فيكم أن يكون له شرف، أن يكون له دور، بما حتى اللعيبة يا كابتن سام اللي هم مش مسجلين، واللعيبة اللي هم مصابين، واللعيبة اللي هم مش هيقدروا يلعبوا راحوا هناك، هم مش رايحين يعني يتظاهروا في حب النادي الأهلي، مساندة ودعم، لكن هم رايحين عشان يكون لهم هذا الشرف طبعا، انهم يكونوا موجودين في هذا المعترك. وبتمنى اللعيبه اللي هي هتلعب المباراه ايوه، ان قمه التركيز من اول منزل الملعب، قمه التركيز في ان انا امرر، قمه التركيز في الاستقبال، قمه التركيز في التحرك، قمه التركيز في التفاهم، ان احنا ازاي نتفاهم مع بعض وما نفقدش الكوره بسهوله، ما نفقدش الكرة في مراوغة غير مجدية. لكن احنا بنقول ايه؟ المراوغة اللي هي توصلني ان انا اجيب جول، ان هي توصلني اخش داخل المنطقة. الارتباط انا مش هتكلم فيه كارتباط فرقة مع بعض، يمكن كريم دلوقتي لما كان بيقول ان اللعيبة قاعدة مع بعض بتتفرج وبتشوف وكده، كل دي علامات بتدل. عايز اقول حاجة كمان برضو، ان اللعيبة مع بعض، الناس كانت جم في فترة كده بدأوا يتكلموا أصل شريف وقفشة زعلانين مع بعض عشان شريف ما مررش الكرة له. طيب لما قفشة جاب جول شريف مين اللي راح عشان شريف؟ أيوة شريف كان بره جري المشوار ده كله وبيشيله، ده بيدل على إن لعيبة النادي الأهلي أكبر من الكلام اللي بيتقال ده طبعا. فاللي بيتكلم الكلام ده انسوه، خليكم بهذا الحب تمام، وبهذا الانتماء للنادي أيوة. معاكم إدارة مخلصة، معاكم راجل يعني أنا بعتبره مش متحيز له ولا حاجة، لكن الحقيقة يعني لما بقول إن الخطيب مع فريق النادي الأهلي
في جميع المباريات مزبوط. وبيعيش معاكم وفي المعسكرات معاكم وكده، هي دي حياته وهو ده انتمائه زيه زيكم بالظبط. فما ننساش هذا الدور، وانا واثق انه هو مع مجموعه مجلس اداره المتواجدين نماذج له، زائد ان الفرقه، وبتمنى التوفيق لبيتسو موسيماني وكل الجهاز الفني. الدكتور ابو عبلة عامل شغل كويس قوي، ودلوقتي حتى موسيماني بيشكر فيه دلوقتي، بيقول الراجل ده ما شاء الله يعني الاصابات قلت او فتره ربنا يبعد عنه بس ان شاء الله باذن الله. فانا بتمنى له التوفيق، وان شاء الله هنلتقي كابتن اسلام يا رب، وهنهنيك ونهني كل جمهور النادي الاهلي من خلال قناتنا قناه يا النادي الاهلي. يا رب يا كابتن ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا وشرف لينا، وبشكرك مره ثانيه ووجودك معانا النهارده الحقيقه شرف لينا جميعا، ويعني كفايه ان حضرتك جيت لنا مخصوص. الله يخليك يعني كابتن اسلام. لا لا زي. انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا كابتن فتحي نصير على وجودك معانا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره حلقه خاصه جدا في البيت الكبير، ان شاء الله بكره هيكون عندنا شكل فريق كايزر تشيفز بالفيديوهات وبالصور من خلال زمايلنا كريم سعيد واحمد ثابت. هنوري لحضراتكم ايه اللي بيلعب ازاي، بيمشوا ازاي، بيتحركوا ازاي، الكلام اللي قاله كابتن فتحي نصير هنشوفه بقى مطبق على الفيديو والصور. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي غدا في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس، البيت الكبير.